مباشرة بعد الإعلان الذي نشرته عيادة الأم والطفولة مريم بعتورة في ولاية بتنة والمتعلق بنداء للمحسنين من أجل حفر منقب مائي وتزويده بالعتاد والتجهيزات اللازمة لضمان المياه في العيادة 24 على 24 ساعة، تقدم عدد كبير من المحسنين يرغبون في التكفل بهذا المشروع. ميكروفون سعيد حريقة. وبعد ما درنا هذا النداء تلقينا بزاف في اتصالات من اشخاص يعطيهم الصحه نشكرهم على المبادره هذه. الحمد لله تلقينا حتى مكالمات من خارج باتنا بغاو يجيو بغاو يجيو يديروا تنقيب، وفي هذه الصبيحه استقبلنا ثاني سونسيتي لي نو، ما حبش الانسان اللي جا ما حبش نذكره اسمه، راهو مبدئيا قالنا عندكم لا تزيدوا تستقبلوا انسان واحد اخر حتى الخير عاد يتسابقوا عليه الناس، فلما لا نحلوا باب للناس يديروا الخير بإذن الله. راهو عطانا وعد منا على 10 أيام إن شاء الله يجي يبدا الأعمال تاعو، يبدا التنقيب تاعو الحق.